لا إله إلا الله. يأتي عيسى فيقول له الناس: ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول عيسى عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله، ولن يغضب مثله بعده. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو يذكر لنا هذا الأمر يقول معلقا عليه: ولم يذكر ذنبا. هذا عيسى عليه السلام لم يذكر ذنبا، ومع ذلك ماذا قال؟ نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. في نظرك كتظن زعما شي واحد غادي يعتقك من دوك اللي انتي كتمشي تؤدي إليهم فروض التضحية والذبح، ودوك الذين تتمسح بجدران مقابرهم، تظنهم يدفعون عنك شيئا من عذاب الله عز وجل؟ فكيف بالذي يبيع دينه من أجل إرضاء رئيسه في العمل على حساب دينه؟ فكيف بالذي يبيع دينه حتى يأتي الساحر أو العراف ليعد له وصفة سحرية شركية حتى يأتي بها زوجته، أو حتى تأتي بها زوجها، أو حتى تأتي بها ابنها لتفرق بينه وبين زوجته؟ ألا تتقون يوما تقول فيه الأنبياء والرسل: نفسي نفسي نفسي؟ أكان ذلك الساحر أو المشعوذ ليدفع عنك شيئا يوم القيامة؟ أكان ذلك الحاكم أو ذلك السلطان يدفع عنك شيئا أيها العالم، وأنت تفتي بما لا يرضي الله عز وجل، وأنت تعلم أن الذي تفتي به مخالف لما هو قطعي من شريعة الرب عز وجل، مخالف لما جاء فيه النص القرآني القطعي الثبوت والقطعي الدلالة أن الأمر الذي أفتيت بجوازه لا وجه لتجويزه البتة. علاش؟ حتى تشتري بآيات الله ثمنا قليلا، أو تشتري بآيات الله كرسيا قليلا، أو تشتري بآيات الله زلفى عند البشر ما تحتاج إليه، وأن تتزلف إلى رب البشر سبحانه جل في علاه، هذا الذي ينفعك يوم نقوم بين يديه سبحانه وتعالى. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن أو رضي له قولا. إنسان خاف الله عز وجل، وهذه الأمور تنمي في قلب العبد ألا يخاف إلا الله، ولا يخشى في الله لومة لائم. ما يجيش عنده يقول لي حقا رئيسه في العمل لأن حقا وكذا وعندنا مشاكل، فسجل باللي راه دخلات 51 علبة مثلا إلى المخزن، والمخزن راه دخلت ليه 60 علبة، باش هما يبيعوا ويشتروا في ديك العشر علب، العشر علب اللي بقات في الآخر، ويدخلون السحت والحرام على بيوتهم، ثم يأتي الناس ويتساءلون: لما ابني لا يطيعني؟ لما زوجتي لا تسمع كلامي؟ لما ينشوز زوجي؟ أنت تدخل الحرام والسحت الواضح البين على أهل بيتك، كيف بغيتي هذا الشيء ينفعك؟ لا بد من استحضار هذه الأمور، لأنها كفيلة بأن تجعل العبد يراقب ربه عز وجل في كل لحظة وحيد. وحتى إن أخطأ العبد، وكلنا أهل أخطاء وأهل ذنوب، صلى الله عز وجل يسترنا ولا يفضحنا، عجل العبد بعد ذلك بالتوبة: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. خيبة هي يبقى الإنسان أعمى، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أعمى بمعنى عمى البصيرة، وإلى الذي عوتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان أعمى، سيدنا عبد الله بن أم مكتوم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، رضي الله عنه وأرضاه. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.